تخيل معايا كده كائن بيلبس بدلة سودة وبيعيش في الجليد. الإجابة هي بطريق. في أنواع كتيرة من البطريق منتشرة في العالم، وكل نوع ليه شكله وسلوكه الفريد. تعالوا مع بعض نتعرف على أشهر وأجمل أنواع البطريق في العالم. البطريق الامبراطور او الامبرور بينجوين. البطريق الامبراطور هو الاكبر في عائله البطريق، بيعيش في القاره القطبيه الجنوبيه. ذكور بطريق الامبراطور هي اللي بتحتضن البيض وسط الجليد، وبتقدر تستحمل برد قارس عشان تحافظ على البيض. البطريق الملكي او الكينج بينجوين هو بيشبه الامبراطور لكن اصغر شويه، وبيعيش في المناطق القطبيه من المحيط الاطلسي والمحيط الهادي. ليه ريش اسفل على الرقبه، وبيحب يعيش في مستعمرات كبيره، وبيتغذى على السمك والحبار. الافريكان بينجوين او البطريق الافريقي، ده بطريق الوحيد اللي بيعيش في افريقيا وتحديدا على السواحل الجنوبيه. ليه ريش اسود على الظهر وبطنه ابيض، ونقط سودة مميزه على الصدر، لكن للاسف النوع ده مهدد بالانقراض بسبب تلوث البحار. البطريق الصخري الجنوبي ساوثرن روكبر بينجوين. البطريق ده معروف بحركته السريعه وتنطيطه على الصخور، وبيتميز بريشه اصفر فوق عينه زي الحاجب، وبيعيش في جزر جنوب المحيط الهادي، وبيتميز بالشخصيه النشيطه ومغامراته اليوميه. البطريق المكروني او المكروني بينجوين، واحد من اكتر الانواع غرابة، بريش اصفر لامع فوق راسه، وبيعيش في مناطق شبه القطب الجنوبي، وبيحب يعيش في مستحمرات ضخمة، وبياكل السمك والكريل. البطريق ادلي او الادلي بينجوين، نوع بطريق صغير بيعيش في القارة القطبية الجنوبية، وليه حلقة بيضة حوالين عينيه. البطريق ادلي بيحب الجليد، وبيقدر يسافر مسافات طويلة عشان يدور على الطعام. وفي الختام بقولك ان البطريق مش مجرد كائنات لطيفة، لكن ليها دور مهم في توازن النظام البيئي البحري. لكن للأسف كتير من انواع دي مهددة بالانقراض بسبب تغير المناخ وتلوث البحار. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان يوصل لك كل جديد.